بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي انا يعني مش اقول كلمه، انا موظف في المكتبه رئيس قطاع العلاقات الخارجيه، ولكن انا الدكتور مصطفى اداني الشرف ان انا بس اطلع اقدمه. لكن عايز اقول حاجه، ان القبطان عمر عز الدين كان جالي من فتره ومعاه كتاب الدكتور مصطفى روايه الزمان والمكان، وقال لي يا شريف انا عايز بس الدكتور مصطفى يكتب لي اهداء. فقعدنا ندردش انا والقبطان عمر، وبعدين بهدوءه الغريب اللي هو طبعا بيتصف بيه في العمليات زي ما هتسمعوا بعد كده، قال لي اصل ابتدينا نكتب وفي يحيى بيه شلش الكاتب الكبير وبتاع. المهم طلعت امضي الكتاب من الدكتور مصطفى، وبلا مبالغه يعني تم تلقيني درس في الوطنيه من مجرد اما بدا يسطر كلمات الاهداء. تلاها بعديها بكام يوم ان الكتاب اللي احنا في صدده اليوم، البطولات اللي هو الوحدات الخاصه وعمليات ايلات والحفار، ان القبطان عمر ويحيى بيه شلش بلغوني ان الطبعه طلعت. وما ينفعش انها تنزل كده يعني كتابه طلع، لا لازم يطلع في مكانه وزمنه الذي يليق به. فتاني عرضت على الدكتور مصطفى، والتسهيلات وإزالة العقبات اللي تمت من جانب سيادته في الموضوع ده وحضوره مع علمي بجدوله عامل ازاي، درس تاني تلقيته في الوطنية. انا الواحد ما بيكلم، انا مش طالع اكلم، لكن في الحاجات الوطنية دي ما فيش ورقة بتعد، ما ينفعش، ده زي النبض قلبي بيتكلم. وانا شهادتي مجروحة في حق هؤلاء الرجال، لان انا كان حظي كويس ان انا اتدربت كانقاذ، وفي هذا اللواء اللي انا اشرف طول عمري ان هؤلاء الرجال الابرار دربوني في يوم من حياتي، واللي انا وصلت له دلوقتي من رجوله وجدعنه وشهامه وحب البلدي هم اللي طلعوا. اشكركم. الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبه الاسكندريه، حضرتك تفضل، احنا بنشكر حضرتك على يعني الدعم اللي انا اقدر اقول قد ايه كان شديد، وقد ايه انا تعلمت منه كتير من التسهيلات اللي حضرتك قدمتها لإقامة هذا الحدث. اشكركم يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر زميلي الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية في المكتبة في اعداده لهذه المناسبة وتذكيرنا بها والاهتمام بالاحتفال بها. وأنا بأحيي المنصة الكريمة من أبطال القوات البحرية. ولعلمكم القوات البحرية أولا هي شيء خاص في تاريخنا العسكري. القوات البحرية طول عمرها والحمد لله كانت درعا للوطن وسيدة للبحار بحق وصاحبة البطولات المشهودة في تاريخنا. لا يجادل أحد في أن القوات البحرية كانت دائما ولا تزال وسوف تظل من أقوى دروع الوطن داخل القوات المسلحة وخارجها، ولهم بطولات كبيرة معروفة للجميع. ده سبب دعاني إلى أن أهتم بهذه المناسبة. وأنا بحيي السيد مندوب الفريق أحمد خالد، لأنه القوات البحرية عزيزة علينا، وأنا زرت الفريق وشفت الاهتمام والدقة في التنظيم والانضباط في العمل، حاجات مشرفة للغاية. وإحنا عندنا هنا في المكتبة جزء كبير جدا من أولاد قادة القوات البحرية. والنهاردة تصادف إن كان في ضيف عزيز عندنا اللي هو وكيل الأمن القومي في الإسكندرية العميد أحمد الهرميل، والده برضو قوات بحرية، فصمم إنه يحضر معانا رغم إن الوقت ضيق النهاردة عندنا في مناسبات كثيرة أخرى. فأنا عايز أقول لكم إن القوات البحرية بتستدعي عندنا جميعا ذكريات كريمة ولطيفة وراقية ونهتم بها، وبطولاتها مشهودة. الحاجة كمان اللي لفتت نظري ان الكتاب اللي أشرف عليه الربان عمر عز الدين وزملائه ما حطوش عليه صورة حد منهم، حطوا عليه صورة أحد القادة الكبار اللي هو الوزير فهمي اللي كان وزير نقل بحري وكان قائد البحرية، مش كده؟ قائد القوات البحرية ودفعة سيادة اللواء سميح الدفعة الأولى بحرية. خلاص يعني احنا متشرفين بالناس دي كده كلها جدا جدا وبنعتز بيها تماما. وأنا فاكر انه كان
الوزير رشيد كان جوز بنته، وبنت الوزير رشيد كان اسمها سلمى على اسم بنتي، فانا شايف ان ليها برضو صله بقوات البحريه. هي تمشي كده، انا شايف انها تمشي كده. انا بحييكم جميعا وبعتز بوجودكم، وعندنا هدى المقاتي والنبي يا جماعه شوفونا المقاتي كان دفعه كام وحاجات دي اصلا. ها الاولى دفعه والله العظيم. لا خد راحتك بقى. ومعانا الدكتور يسري، الدكتور يسري ده من علماء مصر الكبار في فيينا وخبراء الذره، وكان هو العدو اللدود لمحمد البرادعي وربنا نصره في الاخر. وبحيي اخويا عوف همام اللي بيمثل شخصيه اسكندريه دايما وبيدفعنا ان احنا نلتقي في مناسبات مختلفه. ومعانا كل زملائي في المكتبه، مش عايز يعني اغلط واذكر مين وانسى مين، انما انا بحيي الساده اللي على المنصه وكل اللي موجودين تحت، وبعتبر انه احتفالنا بالقوات البحريه اليوم هو تكريم للمكتبه وليس تكريما لهم، لاننا نرى انهم ادوا خدمات جليله للوطن ومذكوره في كل حته، وما لهم من حقوق معروفه. انا صديقي العزيز هو الوزير ابراهيم فوزي اللي كان وزير صناعه، اخوه القارح من الخاض احمد قارح كان دايما يقول لي ان انا اخويا من ابطال ايلات، فكنا دايما نحتفل بالمناسبات دي. والاسكندريه بنته على فكره، بنت مين؟ بنت احمد شاكر. يعني ابراهيم، ابراهيم عمك؟ ابراهيم عمك. انا هتعامل معاه بطريقه ثانيه بقى، انا كنتش مصدق. لا لا كويس، ده شيء عظيم والله. شوفوا برضو ما فيش شرف قد شرف اداء العمل للوطن. خدوا بالكم الوطنيه ترفع راس الشخص، مثلما ان التنكر للاوطان هو أسوأ ما يمكن ان يبلى به شخص. فانا بحييكم جميعا، ومكتبه اسكندريه بترحب بيكم، ونرجو لفعاليات هذا اليوم ان تمضي بالشكل الذي نريده، وهو ان يكون تكريما. وما عنديش مانع ان لو عايزين تخلوها ذكرى سنويه والدكتور شريف رياض يشرف عليها، انا ما عنديش مانع ابدا. تحيه لكم جميعا ومرحبا بكم في مكتبه اسكندريه. مساء الخير وشكرا على الحضور. انا الحقيقه سعيد جدا جدا بالحضور ده، وفي البدايه احب اشكر مكتبه اسكندريه اللي استضافتنا، والدكتور رياض اللي هو ابتدى المبادره دي، واشكر مدير المكتبه دكتور مصطفى الفيل اللي شرفنا بانه يكون معنا في هذا اللقاء الجميل. انا لنا كاتب ولا انا مؤرخ ولا حاجه، انا راجل بحب اقرا كتير وبحب اكتب باسلوب كويس. اتشرفت بمعرفه الابطال عمر من حوالي سنتين وشويه، كان لقاء عفوي مش من غير ترتيب، بس كان عايز اقدمه للجمهور، فقريت شويه عن المجموعه وعن عملها، لقيت البيانات متضاربه والاخبار فيها شيء من المبالغات. وبعدين جه دكتور الابطال عمر لما اتكلم قعد يحكي الحكايات بتاعت باختصار شديد يعني البطولات بتاعت اللواء. بعد كده كلمته على جنب وقلت له يعني ايه الغريب ان امر زي ده يكون مش موثق تمام، فقال لي احنا كنا حوالي 20 واحد، فاضل مننا 7 يا تلحقنا يا ما تلحقناش. فالكلمة دي علقت في دماغي، وتاني يوم على طول ان كانش يعني في خلال 48 ساعة كنت على اتصال بيه، ولغاية النهاردة من 2.5 سنين لغاية النهاردة واحنا على اتصال مع بعض اسبوعيا تقريبا ان كانش اكتر من كده، لغاية لما الكتاب ده ظهر. موضوع الكتاب للأسف يعني ذكر في مواقف كتيرة في لقاءات تلفزيونية، وفي فيلم اتعمل عن العملية إيلات اللي شفنا في أول الفيلم، وفي مسلسلات تلفزيونية اتعملت، يعني أنا مش أول واحد أتكلم عنها. بس اللي استغربت له التضارب في المعلومات وفي التواريخ وفي الأحداث، فحبيت في وجود الأبطال عمر، وهو عرفني ببقية زملاء اللي موجودين 7 كلهم وغيرهم، عرفني بناس كتير تانيين. كتبت الأمور بترتيب زمني وبترتيب الأحداث وبالأسماء، ووثقتها منهم كلهم بحيث أن يعني أتمنى تكون وصلت لأقرب شيء ممكن من الواقع اللي حصل. وأنا بكتب في البداية كان هو ده الهدف يعني، وأنا بكتب بعد كده قلت طب احنا ايه اللي ورطنا في 67، طب ما تكتب كلمتين عندي.
كتبت مقدمة عن تاريخ مصر من أيام محمد علي باختصار شديد في 7-8 صفحات، يعني محمد علي لغاية 67، إيه اللي خلى مصر عمال كل ما تقب شوية لازم حد يخبطها ينزلها، لأن هم مش عايزين في المنطقة دي أكتر من كده. كتبت شوية عن استعداد مصر أو حالة مصر يعني في 67 وحالة الطرف الآخر في 67، ونهيت الكتاب بحاجات حبيت أضيف يعني ناحية إنسانية في الكتاب علشان ما أبقاش بكرر حاجات. حاولت دايما يعني شفت كل الفيديوهات اللي أي واحد فيهم ظهر فيها كلها، كل ما حد يقول كلمة ما تقلش في حتة تانية من ناحية إنسانية أحاول أضيفها عشان ما أبقاش بكتب مجرد تقرير. أسعدني الحظ برضو في وجود الناس دي إن أنا أكتب تقريبا أول مرة حسب شهادتهم حد يكتب تاريخ لواء الوحدات الخاصة في القوات البحرية، وحتى ده يمكن محتاج مراجعة لأن في برضو نقط مجهولة. وطبعا ما نسيتش جهود الناس التانيين غير لواء الوحدات الخاصة. لواء الوحدات الخاصة ده كان له مهام محددة بيروح ينفذها، إنما قبل ما ينفذها في استطلاع وفي تخطيط وفي خطة وفي في الآخر التنفيذ، فحبيت أدي الناس دي كلها حقها فكتبت عنهم في الآخر. دي باختصار قصة الكتاب. اللي أنا عايز أقوله بقى، الكتاب ده حلو كل حاجة والناس كلها بتشكر فيه، بس يعني ياريت الكتاب ما يبقاش مجرد توثيق لمغامرات عسكرية وبطولات، ياريت الكتاب ده يعرفنا إن مصر دي غالية علينا كلنا. مصر دي زي ما جمال حمدان قال في الكتاب بتاعه، يا إما تبقى إمبراطورية عظيمة يا إما تبقى مستعمرة عظيمة. فعلا إحنا هو ده موقعنا، هو ده القيمة الجغرافية بتاع مكاننا، فلازم نحافظ عليها. كل الخطورة اللي جت لمصر في طوال تاريخها ما عدا مرة واحدة بس كانت بتيجي من الشرق. كل الهجمات من أيام الهكسوس لغاية جارتنا دلوقتي كله من الشرق ما عدا مرة واحدة من الغرب أيام الدولة الفاطمية. الشرق مهم لنا، كل المعارك المهمة اللي حصلت، حطين، عين جالوت، كل ده كان في الشرق ما كانش جوا مصر. لما تهزمنا مرج دابي كان برضو في الشرق ودخلت الإمبراطورية العثمانية. الشرق مهم لنا، علاقتنا بالجار ده هو ما هيش علاقة عداء، ما فيش عداء. إنجلترا قعدت محتلانا أكتر من 70 سنة بتستنزفنا وبتستعبدنا والنهاردة حبايب. ما فيش عداوة، إحنا عمرنا ما كنا معتدين على حد ولا عمرنا غزينا حد ولا سمعنا عن مستعمرة مصرية، بس لازم نعرف تاريخنا. النهاردة لما أقعد مع شبان صغيرين يعني مثلا 20s و30s و40s، كل دول ما يدوب لحقوا 73، إنما في ناس يقعدوا يستغربوا طب وليه إسرائيل حاطينها في دماغنا، يعني ما خلاص ما نعيش مع بعض ونروح نتفسح هناك ويقولنا ونتاجر وبتاع وماله. بس برضو نعرف إن إحنا لنا شرعية في مطالبنا، إن إحنا مش بنتنازل، إحنا بننسى صفحة ونقلبها ونكتب صفحة جديدة، بس لازم نعرف اللي فات إيه. لازم نعرف يعني سنة مع بداية القرن العشرين، أنا مش بتكلم على ديانات ولا حاجة، أنا بتكلم على فئة، كان في 30,000 يهودي في فلسطين. مع نهاية الانتداب البريطاني سنة 47 30,000 دول بقوا 650,000. 650,000 بيمثلوا ثلث السكان. جات الأمم المتحدة أيامها كانت حوالي 55 بلد أو حاجة، 37 بلد منهم كلهم أمريكا الجنوبية، نيوزيلندا، أستراليا، أوروبا الغربية، الاتحاد السوفيتي، وهم قاعدين في بيوتهم كده قالوا إحنا نقسم فلسطين دي. نقسمها إزاي يا جماعة؟ تلت ل 650,000 اللي لسه جايين، تلتين ل 650,000 لسه جايين، وتلت لأهل البلد الأصليين. دي الخريطة كانت في 47، ده التقسيم من 47 لغاية النهاردة باستثناء حرب فلسطين. مصر ما ضربتش رصاصة واحدة على إسرائيل. كل الاستفزاز وكل الاعتداءات على مصر كانت من إسرائيل، ولا مرة. 73 نفسها إحنا كنا بنحارب في سيناء بتاعتنا، ما كناش بنحارب في إسرائيل. إحنا عمرنا ما كنا معتدين. لازم نعرف شرعية مطالبنا، ولازم نعرف إحنا إيه وجايين منين، والمستقبل نبص له وإحنا عارفين الماضي، لأن المستقبل ما نقدرش نشوفه بصحة غير لما نبقى عارفين إحنا جايين طريقنا كان إيه.
أتمنى أن الدرس ده هو اللي يطلع به الناس من قراية الكتاب. البطولات اللي عملوها الناس اللي مشرفين النهاردة دول كلهم بطولات عملها جيل كان في أوائل العشرينات من عمره، كان منهم اللي لسه متجوز، كان منهم اللي ساب مراته حامل علشان يروح يموت نفسه، وكان منهم اللي بيناوي يستقيل ويمشي عشان زعلان علشان ما جالوش دور في انه يروح يغامر بحياته ويحط حياته في كفة والبلد في كفة. في ناس عملت كده، في ناس كانت في الموقف ده. الأبطال محمود سعد كان هيستقيل عشان فات عمليتين وهو لسه دوره ما جاش. ادي الناس اللي احنا قاعدين معاها وغيرهم كتير، كل واحد المجموعة 39، مجموعة 39 دي عملوا أكتر من 100 عملية. في أي توثيق لهم، في أي حاجة؟ مفيش. الناس دي كلها لازم نعرف حكاياتها ولازم نوثقها صح في وجودهم، لأن هو ده الأساس. في خلال السنتين ونص من ساعة ما قابلت الأبطال عمر لغاية النهاردة، في 2 توفوا من الناس اللي كنت أحب أعرفهم وأكتب عنهم، ربنا يبارك فيهم ويطول في عمرهم. بس الناس دي كلها ربنا يديهم الصحة وكل حاجة، بس كلهم في السبعينات والثمانينات. إن ما عملناش دلوقتي مش هيبقى فيه، هيبقى ذاكرتنا بتضيع. لازم تتوثق صح. المعركة بتاعت البرولوس اللي تمت في 56، المعركة دي كل اللي موجودين كانوا فيها اللي حضروها مش موجودين النهاردة معنا، ولغاية النهاردة التوثيق فيها مش سليم. الجانب الغربي بيقول إن ما حصلش حاجة، وإحنا بنقول لا، إحنا غرقنا المدمرة جندارك. لازم يبقى في توثيق للتاريخ، والتوثيق ما يجيش غير من النشل اللي عاشوا البطولات ده. الناس دي كلها زينا، دمهم زي دمنا، ظروف معاشتهم زي ظروفنا، جدودنا واحد. اللي هم عملوه احنا ممكن نعمله. مش ضروري يبقى الحكايه جندي في ميدان القتال، ممكن تبقى جندي في المصنع، ممكن تبقى جندي في المدرسه، ممكن تبقى جندي وانت استاذ في الجامعه، جندي وانت طبيب في المستشفى. اتمنى ان الرسالة تكون وصلت، واتمنى ان كله يعرف. يا ريت كان اللي قاعدين هنا نصهم شباب صغيرين كلهم يعرفوا ان مصير البلد في ايدينا احنا. ما فيش حاجة هتغير امورنا غير لما احنا نحس بقيمة بلدنا ونتعب شوية عشانها. اتمنى انكم تكونوا هتستمتعوا ان شاء الله باللقاء والكلام مع الابطال بعد كده. والف الف شكر على حضوركم، وشكرا لحسن استماعكم. أنا عايز بس أوجه حديث للسيد اللواء الدكتور أشرف الشريف رئيس شعبة البحوث البحرية اللي جاي نائب عن الفريق أحمد خالد. تحياتنا، وعايزك تقول لسيادة الفريق إن احنا عندنا هنا دكتور اسمه عماد خليل، أستاذ بتاع الآثار الغارقة. أيوة. وعتر على لا كتاب بيأرخ للبحرية المصرية، كتاب نادر واقف على سنة 73. أنا كنت فاكر إنه اكتشاف منه، بقرا الكتاب بتاع عمر بيه كتبه يحيى بيه، لقيته موجود جوه. ايه كنت بتقولي يا عم؟ لا لقيتهم عارفينه، يحيى شلش حطه في الكتاب. انا بقول لك اما شفتها قلت الله. طيب الكتاب ده ما تحيوه وتعيدوه، لان تاريخ البحريه المصريه ده. حضرتك كان دكتور عماد شرفي وتكليف من القائد، عملنا مجموعه عمل وعملنا دلوقتي مذكره تعرض باذن الله ان احنا ان شاء الله نعمل تحديث للكتاب ونعمل منه نسخه ثانيه اخرى ان شاء الله فيها استكمال بقى تطوير البحريه المصريه، مش فقط تاريخ البحريه المصريه، لا ده كمان في العهد الحديث التطوير اللي حصل في البحريه المصريه. سيادتك تعلم طبعا يعني سيادة فريق احمد رامي قبل طبعا كله طوروا البحريه على يعني مش هادف استاذ زدنا وقابلنا بحريه شديده ان شاء الله. فاهم ان احنا نصدر، ان شاء الله نصدر تذكره التفاهم ونحيي تاني ان شاء الله الكتاب. احنا عندنا منه 20 نسخه عشان عايزين نعمل الجديد ان شاء الله. عشان تعرفوا تغلغل القوات البحرية عندنا سكرتيرتي انا نيفين شريف الصادق، ابوها كان قائد البحرية ايضا، واحد كبار قيادات الحراسة. وفين هشام ما جاش لي وصف ده؟ جاي انت جاي على اساس انه عشان ذكر ابوك وبتاع؟ اختفيت هشام وصفي. شفتنا يا باشا؟ والله بابا كان دفعة كام ده احسنهم، فاهمني؟ ها الاولى برضو؟ الله، ده احنا بقى واقعين في ملعب ودفع الأولى. ربنا يديكم الصحة جميعا ويبارك فيكم، ويستجيب الله لدعوات الإخوة كلهم في هذه المناسبة. ماذا بعد؟
طيب انا هسمع اللواء عمر وبعدين هضطر استاذنكم، اللي عندنا تكريم رئيس المنطقه بتاعه الامن القومي منقول، وفعاملين له غدا تكريم يعني تشرفونا انا سعدنا. وصل اوريدي خلاص، بس انا هسمع اللواء عمر لازم نتغدى معاك يا فندم. يا سلام، ده انتوا بتعمل لكم غدا مخصوص بقى. انت عارف زعزومه المركبيه بمناسبه البحر. لا خالص العكس، تشريف لنا. وانا بقول لكم اهو حكايه مناسبه تتعمل سنويا يا عماد يا خليل، اشرف عليها مع الدكتور شريف رياض. مساء الخير يا فندم. بس بالنسبه للاثار الغارقه، في برضه الدكتور ابراهيم درويش، هو يمكن اول واحد عمل الاثار الغارقه. مظبوط، منورنا. طبعا بنحيي الدكتور اشرف شريف مندوب القائد الفريق احمد خالد، كله تواضع اللي هو دكتور اشرف ده. الحقيقة من يومين رحت انا وسيادة الكاتب يحيى شلش، ورحنا القوات البحرية وقابلنا الفريق احمد خالد. الحقيقة احنا فوجئنا ببحرية اخرى، زي ما الدكتور مصطفى قال كده، بحرية تانية خالص. طبعا في اسرار عسكرية، انما مش عارف 36 قطعة جديدة و40 قطعة جايين في السكة، لا يعني حاجة الحقيقة 65، ده مش عاوز اقول احسن يحسدونا ولا حاجة، يعني بحرية جديدة في البحر الابيض والبحر الاحمر، وحاجة نفتخر بيها كاملا. يعني بخصوص الكتاب، الحقيقة هو جه فعلا بالصدفة، لان ليا اختي هنا زينب عز الدين اللي قاعدة جنب مراتي ديت، لقيتها بتكلمني جنب مراتي. ها هاي عشان بس هتقول انت جبت سيري اختك وما جبت سيري يعني، فبرضو الواحد يعمل حسابه برضو يعني. تمام. الحقيقة تليفون وقالت لي احنا جايين في رحلة تبع نادي القصة في القاهرة، وحنيجي في اسكندرية وحنتغدى في نادي اليخت سمك وجمبري. وبعدين لقيت الأستاذ يحيى شلش، الحقيقة ما كنتش أعرفه، بيكلمني في التليفون بيقول لي أنا مندوب نادي القصة في اسكندرية، هتيجي تشرفنا ولك 10 دقايق تتكلم فيهم. قلت له طب خليها نص ساعة. لا هي 10 دقايق. قلت له ماشي. فالحقيقة عملت ده البرومو ده أو الحتة دي 10 دقايق من كتاب اسمه حرب الاستنزاف، فعملته وهتشوفوا كده في صورة في الآخر، 18 واحد ضابط وصف ضابط من الجنود والضباط اللي عملوا عمليات إيلات، وقلت اللي فاضل فيهم على قيد الحياة 7، يمكن أنا أقدم واحد فيهم. وفعلا قلت له يا تلحقنا يا ما تلحقناش، لقيته مستنيني برا وقال لي تعال هنا بقى أنا مش حسيبك، كل دول السبعة دول تجيبهم، حتى اللي هم يعني طلعوا للرفيق الأعلى زي زميلي جويش وزميلي عمرو البتنوني وكل الزمايل دول. اتكلمنا مع مراتهم، مرات زميلي جويش موجودة هنا، واتكلمنا مع أولادهم، اتكلمنا مع قرايبهم. الحقيقة الأستاذ يحيى شلش الدقة والصدق والأمانة، ما سابش حد إلا ما اتكلم معاه، وعمل مجهود خطير جدا لمدة سنتين لغاية لما طلع هذا الكتاب. فهذا الكتاب مش بعمله دعاية، بس هو أصدق كتاب وأقوى كتاب فيه حقائق كاملة عن عمليات الضفادع البشرية، سواء ميناء إيلات أو الحفار. وكمان اتكلم على راس العش، واتكلم طبعا على لنشات الصواريخ اللي هم أبطال لنشات الصواريخ معانا مشرفينا، واتكلم على المجموعة 39، واتكلم عموما على أمجاد القوات المسلحة. هنبتدي كده بسرعة. الكتاب ده كتاب عملاه إدارة التوجيه المعنوي والقوات المسلحة، وفي حوالي 14 صفحة عن عمليات إيلات، فاحنا هنقولها كده بسرعة. أسباب العملية، إن كان في منطقة في البحر الأحمر في الزعفرانة وحصل عليها إنزال بواسطة سفينتين، واحدة اسمها بيت شيفع وواحدة اسمها باتيا. هم نزلوا بيت 7 مش كده أفندم؟ بيت شيفع اللي هي بيت 7. بالضبط بيت 7. سيادتك عارف عبري بقى. تمام، فترجمتها بالعبري بيت 7.
كتر النواحي عالم البكا يا ما شفنا منهم. طبعا الحقيقة المركبين دول السفينتين دول نزلوا ثمن دبابات وحاجات, وطبعا الناقلات الجنود بالمركب الثانية, ودخلوا عملوا عملية إنزال وعملوا سمعة وطلعوا بقى الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية وسموها عملية غزو مصر. هم طبعا شاطرين قوي في البروباغندا. فالحقيقة كان يعني الزعيم جمال عبد الناصر كان رئيس الجمهورية واتضايق جدا, وحتى يعني كان المشير أحمد إسماعيل اللي هو بطل النصر في 73 كان ساعتها هو قائد منطقة البحر الأحمر واتعزل فيها. يعني بعد كده السادات رجعوا تاني, وكان قائد القوات البحرية الفريق فؤاد ذكري. لا لا أنا بتهيالي أن أحمد إسماعيل اتعزل, كان رئيس أركان ساعتها. كان رئيس أركان. كان رئيس أركان. أيوة. بالضبط. كان رئيس وهيكل أركان. وهيكل بقى بطريقته حاول يسوي سمعته, وقال طول عمره بيخدم في سلاح النقل. في سلاح النقل ده مش يعني ظابط, ما كانش عنده خبره الأولي. كان رئيس أركان. كان رئيس أركان. وكان فؤاد ذكري قائد القوات البحرية برضو اتعزل, وجه اللواء أو ساعتها كان عميد حتى أو المتعين محمود فهمي اللي هو طبعا زي ما قال سيادة الدكتور مصطفى محطوط صورته على غلاف الكتاب, وده تمجيد لقواتنا. وطبعا هو الدفعة الأولى بحرية ودفعة اللواء سميح إبراهيم اللي مشرفنا هنا دلوقتي. منور يا سميح بيه. العملية دي تمت الحقيقة, وجمال عبد الناصر كان متضايق جدا. بعد كده بقى اللواء محمود فهمي اللي خد فريق بعد كده جه حكالنا ظروف تكليفه بعمليات إيلات, ان كان في مجلس الوزراء مجتمع ومجلس الدفاع الاعلى اللي هو طبعا في بيبقى رئيس الاركان والمخابرات وقاده الاسلحه كلها. وجمال عبد الناصر قال ان احنا زي ما اسرائيل بيضربونا في العمق وكان بيضربونا بقى في بحر البقر وابو زعبل, عاوزين نرد عليهم بضرب في العمق. فالحقيقه كل القاده يعني بيبصوا لبعض, طبعا احنا صعب أو إن إحنا نضرب إسرائيل في العمق, نضربها يعني في حدود 48. فاللي هو محمود فهمي هو اللي قام في مجلس الدفاع الأعلى وقال يا رئيس أنا عندي الشباب اللي قدروا يضربوا إسرائيل في العمق. كلهم بصوله وبقوا مستغربين, الراجل يمكن سخن شوية ولا عشان سنه صغير ولا حاجة. فالراجل يعني هتضربها إزاي يا محمود؟ قال له عندي الرجالة بتوعنا يضربوا حيفة ويضربوا أجدود ويضربوا إيلات, الثلاث مواني دول احنا متدربين عليهم كويس قوي ونضربهم. قال له طابع محمود ابتدلنا بإيلات عشان المراكب بتشيفة عبات يام اللي هم عملوا العمليات بتاعة الزعفرانة. رجع محمود فهمي القيادة بقى المثالية اللي احنا بنشوفها في البحرية, اما يكون واحد لواء ويجيب رضا حلمي اللي معانا ابنه محمد رضا حلمي شرفنا القائد بتاعنا, يجيبه وبعد كده يرجع لنا رضا حلمي ويقول قائد القوات قال كده في مجلس الوزراء وقال للرجالة بتوعك يقدروا على الكلام ده ولا انا يعني قلت كلام مبالغ فيه. طبعا كلنا حماس كامل, انا طبعا وزمايلي نبيل ومحمود وعمر وجويش كلنا نقول لا ان شاء الله احنا قد المسؤولية. تدريب يعني قوي جدا, ومن هنا ابتدت العمليات. الاغارة الاولى كانت يوم 15-16 نوفمبر 69, والحقيقة طبعا اي عملية عشان تنجح لازم يطلع استطلاع, فالاستطلاع كان كويس جدا من المخابرات الحربية ومن الضباط بتوعنا اللي كانوا في العقبة. العقبة طبعا قبل ميناء إيلات, ورضا حلمي طلع وراح زار المنطقة. وطبعا زي ما طلع في فيلم اسمه الطريق إلى إيلات كده, في حد شافه؟ أيوة ما طبعا في حد ما شافوش.
ماشي. احنا زي ما قلنا كده مش هنطلع طبعا نروح الاردن وهنقول ضباط او عساكر، كل واحد مديل له باسبور. والمجموعات المشتركه في العمليه الاولى كان ملازم اول عمر عز الدين مع الرقيب محمد العراقي، وكان مهمتنا تلغيم سفينه هيد روما. المجموعه الثانيه حسنين جويش ومع الرقيب عادل الطراوي السفينه داليا. والمجموعه الثالثه زميلنا الملازم اول نبيل عبد الوهاب ومعه محمد فوزي البرقوقي او الشهيد محمد فوزي البرقوقي. ودي بطوله هنقولها. النتائج حصل انفجارات طبعا في الميناء إيلات، ودي كانت اول عمليه في ميناء إيلات، واستشهد يعني ببطوله خارقه الرقيب محمد فوزي البرقوقي. طبعا دي كانت اول عمليه من نوعها، والحقيقه عملت يعني هالة كبيرة ورفعت الروح المعنوية للقوات المسلحة المصرية. دي صورة بتاعت العملية الأولى. طبعا مش حكاية الناس اللي بينزلوا المية بس، لا دي يعني أول واحد على اليمين كده ده أسامة مطاوع المهندس اللي كان معانا، وبعدين عبد الرؤوف سالم، وبعدين مصطفى الطاهر، معلش مش بقول الرتب عشان بس السرعة، وبعدين قائد بتاعنا رضا حلمي، حسنين جويش، عمر عز الدين، نبيل عبد الوهاب، الصف ضباط العراقي وعبده مبروك وعادل الطراوي. مش كده وبس، الحقيقة أول مرة ما لقيناش ولا بيت شيفع ولا بيت يام، فطبعا مش هنسيبهم. فكانت العملية الثانية 5-6 فبراير سنة 70، يعني بعديها بثلاث أشهر مجموعة تانية. طبعا اللي ما بيروحش العملية بيقعد يتخانق، وانا ما روحتش ليه، هم احسن مني في ايه، روح يعني الروح قوية جدا. في الحقيقة كان في اصطاف تاني غير العملية الاولى، مجموعة الاولى ملازم اول عمرو البتنوني ومعه على بوريشة وتلغيم السفينة بتيام، المجموعة التانية رامي عبد العزيز ومعه فتحي محمد علي. عملية ناجحة الحقيقة، وتعلمنا من العملية الأولى. العملية الأولى كنا روحنا على مسافة 22 كيلو من الميناء، العملية الثانية قدروا يوصلوا يعني شغل مخابرات طبعا، وقدروا ننزل يعني من مسافة 4 كيلو بس من فندق هوليدي إن في العقبة، ده قريب قوي من ميناء إيلات الإسرائيلي. دي حتى صورة توريك. العملية الأولى كانت على الحدود الأردنية السعودية اللي هي 22 كيلو، كان مشوار طويل شوية. العملية الثانية بقى 4 كيلو، والثالثة برضو نفس الحكاية. هم طبعا ثلاث عمليات، إنما هم 5 إغارات وتفصيلهم كله في الكتاب. الحقيقة كان نتائج باهرة، السفينتين اتضربوا، بات يام غرقت بالكامل، بات شيفع لحقوها وشحطوها. دول اتنين ضباط على العملية التانية، الأبطال عمرو البتنوني ورامي عبد العزيز. نيجي بعد كده في عملية استطلاع، كان يوم 27-28 إبريل، وكان هي خطتها يعني الحقيقة ان احنا نروح في المركب الغرقانة ونستخبى، وتاني يوم نروح نفجر المينا. والحقيقة برضو كان لي الشرف ان انا كنت في العملية ديت، عمر عز الدين وعلي ابو ريشة، وكانوا مختارين بس مجموعة واحدة لانها كانت صعبة قوي انك تستخبى في مركب غرقانة المدة الطويلة. والحقيقة بعد ما رحنا ما كانش فيه امكانية ان احنا نقعد 8 ساعات في السفينة دي، فرجعنا تاني وعملية استطلاع فقط. انما بعد كده احنا رحنا بعديها بثلاث اسابيع، يعني كنا وراهم يوم 14 مايو سنة 70، ودي اسرائيل بتحتفل بانشاء دولة اسرائيل، احنا طبعا بنسميها ليلة اغتصاب فلسطين. واختاروا 14 مايو بالذات، هم بيعملوا احتفالات كبيرة قوي في اسرائيل، فقلنا ننكد عليهم في اليوم دوت، فاختاروا 14 مايو سنة 70. مجموعات برضو كان نفس المجموعة بتاعت الأولى، عمر عز الدين وعلى بوريشة، والمجموعة الثانية نبيل عبد الوهاب والرقيف فؤاد رمزي. الحقيقة الخطة ان احنا نحط ألغام كبيرة جدا
في أماكن الرسو المراكب هتيجي فيها، لأن هم من خوف الإسرائيليين يعني وصلوا لدرجة خوف، قال لك الجماعة المصريين دول يا إما يعني مجانين يا إما عندهم شجاعة فائقة إنهم كل 3 أشهر يخشوا يضربوا لنا المينا، فإحنا أحسن حاجة خليهم يخشوا ومش هيلاقوا حاجة. فيعملوا إيه بقى؟ ييجوا على المغرب السفن الحربية تطلع في البحر تقعد تبلط كده تتفسح في البحر، تخش تاني يوم الساعة 8 الصبح. يعني من الرعب اللي جالهم ما فيش مركب حربي تبات في ميناء إيلات، المينا بقت مكشوفة سداح مداح كده. فالحقيقة برضو عندنا بقى بتوع البحوث العسكرية وصلوا قالوا طيب بدل ما اللغم بتاعك ده 50 كيلو احنا هنعمل لكم لغم 150 كيلو، هنحط فيه مادة النيترو جليسرين تدي مفعول 1.5، فلغمين انا معايا 1 ونبيل معاه 1، يعني هتدي قوة تفجيرية بتاعت 400 كيلو. 400 كيلو دول بقى هيشيلوا المركب بالرصيف بكل حاجة. انما يمكن برضو الاصريين كان حظهم حلو ان اللغم ضرب قبل معاده، مش عيب من البحوث البحرية على فكرة، ده احنا عرفنا السبب ضرب معاده ليه، يعني اطمن سيادتك ضرب قبل معاده، ورب ضارة النافعة، لان لما ضرب قبل معاده فجه القوات الإسرائيلية الضفادع نزلوا 15 ضفدع إسرائيلي يعملوا بحث ويشوفوا إيه اللي حصل ويعملوا تقرير، فحظهم الأخبر اللغم الثاني ضرب، فطبعا موتهم اللي مصيب واللي مات والحاجات دي، فيمكن جابت نتيجة أحسن، لأن الضفدع البشري ده عشان تعمل ضفدع بشري تقعد 4-5 سنين تدريب متواصل بمواصفات خاصة ما تحصلش خالص. دي الصورة بتاعت آخر عملية، وأنا والقائد بتاع رضا حلمي ونبيل عبد الوهاب على بوريشة فؤاد رمزي. الحقيقة طبعا لازم نحيي بطل الحرب والسلام. محمد أنور السادات، اللي لولا القرار الشجاع بتاعه في 6 أكتوبر كان زماننا هنبقى زي سوريا كده ولا زي الحيطة دي، يعني نقلة كبيرة. ودي طبعا 6 أكتوبر مش هتكلم عليها، دي رجعت لنا كرامتنا وعزتنا، ويمكن الدكتور محمود الفقي هو اللي يعني يقدر يتكلم على الموضوع ده يعني 2-3 ساعات. دي الصورة يومين، دي الصورة اللي كانت سبب الكتاب ده. الصورة دي لما طلعت فأنا قلت دول 18 واحد 6 في 3 صفوف 18، باقي منهم 7 على قيد الحياة، ودي اللي خلت الأستاذ يحيى شلش، يعني دي الصورة دي سبب الكتاب. مظبوط أستاذ يحيى؟ تمام. دول برضو كنا طبعا كل الضباط والوحدات الخاصة بالذات بتبقوا زي الإخوات بالضبط. دي طبعا صورة سيادة الفريق محمود فهمي قائد القوات البحرية وأشجع قائد الحقيقة في تاريخ البحرية، لأنه كان من الشجاعة، هو تقريبا كل العمليات دي اتعملت في عهده. قائدي طبعا اللواء رضا وابنه معانا محمد رضا رئيس الأركان بتاعنا، العميد خليفة جودت، رئيس العمليات مصطفى طاهر، رئيس التدريب اللي مشرفنا هنا حسني عبد الفتاح، لسه شياكة برضه عينيه خضرة وبتاع، يعني كنا تملي كده نحسده. دي ده عمر عز الدين حسنين جويش، ومعانا مدام هيام زوجة حسنين جويش، رامي عبد العزيز بطل، رامي عبد العزيز الوسيم نبيل عبد الوهاب
لسه حلو برضه. البطل عمرو البتنوني، البطل حسني الشراكي في عملية الحفار، البطل محمود سعد اللي مشرفنا معنا، البطل عادل الصحراوي، البشمهندس أسامة مطاوع ده في مهاجر في أمريكا، إنما يعني كل صيف بيجي، فكورونا بس هي اللي منعته إن شاء الله يشرفنا بعد كده. نيجي لصف ضباط، عادل الطراوي، فؤاد رمزي، محمد أحمد المصري، علي أبو ريشة، طبعا ده الشهيد البطل محمد فوزي البعوث. طبعا استشهاد محمد فوزي دي موسوعة لوحدها وعاوز كتاب لوحده، ده أستاذ يحيى، بطولة من فوزي البرقوقي وبطولة من زميله نبيل عبد الوهاب. في طبعا أبطال لنشات الصواريخ اللي هم دمروا المدمرة الإسرائيلية إيلات، وكان في فترة عصيبة جدا بعد هزيمة أو نكسة 67 بثلاث أشهر 22 أكتوبر اللي هو لغاية دلوقتي يوم البحرية هو يوم إغراق المدمرة إيلات 21. غلطت في يوم، سوري. عيد ميلادك بيسعدنا طبعا، مرتبينها كده والمئاتي كمان الله الله. طيب ده البحرية كلها 21، عظيم جدا. وإحنا طبعا يسرنا الاثنين قواد اللي هم قواد لانش الصواريخ 504 اللي هو البطل أحمد شاكر معاه طبعا بنته إيمان أحمد شاكر، واللانش الثاني طبعا اللي هو 501 بطولة اللواء لطفي جد الله اللي مشرفنا، طبعا ده أحمد شاكر البطل أحمد شاكر والبطل لطفي جد الله. معنا ده كان ضابط أول اللي هو حسن حسني، كان ضابط أول للانش 504 مظبوط. وممدوح منيع الحقيقة كان مفروض يجي ضابط أول اللانش 501. في رجال خلف الكواليس دول اللي هم طبعا مش معنى 4-5 بيروحوا يحطوا مفرقعات وييجوا، لا، في ناس بيشتغلوا في الخفاء وبيدربوا الناس، منهم اللواء يسري أنديل رئيس المخابرات. ده الدفعة الكام ده يا فندم؟ الدفعة الرابعة. أيوة رئيس الاستطلاع. في طبعا إسلام توفيق بطل الصاعقة البحرية، وبرضو المجموعة 39 يا وسام، مجموعة 39، البطل وسام حافظ اللي مشرفنا دلوقتي. عملوا أعمال لا حصر لها يعني الحقيقة، والله يرحمه طبعا دفعتي البطل حامد فتوح، وطبعا المدرب بتاعنا الكابتن نبيل الشاذلي، وكان معقدنا في التدريب نفسه ما شاء الله ينزل يقعد 5 دقايق تحت المية. بطل العالم ربنا يديله الصحة، هيقر على الراجل ربنا يستر. 5 دقايق مش محتاج جهاز ولا حاجة، ممكن يشتغل كده. وطبعا معنا معلم الأجيال في الغطس الأبطال محسن الجوهري، الحقيقة طبعا الحمد لله احنا تكرمنا من رؤساء الجمهورية، ده طبعا مع بطل حرب والسلام محمد أنور السادات، وجي زارنا وكرم كل الناس اللي اشتركوا في هذه العمليات، ومعه طبعا محمود فهمي عبد الرحمن.
وده كان محمود فهمي عبد الرحمن قائد القوات البحرية. ده في أول عملية وهو بيكرمني واداني ظرف كده مليان فيه 80 جنيه. لا لا بس أيامها 80 جنيه وجوزي خذ زيهم برضه. لا لا كان مبلغ والله كان مبلغ يعني. طبعا كل الصحف كلمت الحقيقة. الضفادع البشرية تغرق قدام الثلاث وحدات, أغرق نصفهم في إيلات. الأخبار الجمهورية بتتكلم, الأهرام تاني يوم, الدستور. الدستور دي عراقية فن دي ولا الدستور؟ دستور مصرية وعربية. لا بس ساعتها ما كانش لسه الدستور المصري يمكن. لا الدستور دي الأردنية. أردنية. 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 الدستور أردنية. الأنوار اللبنانية. الدفاع عراقية فن. العراقية. الجمهورية بتاعتنا. حتى السفن الأجنبية اتكلمت على هذا الإغراق. طبعا في فيلم جميل قوي اسمه الطريق إلى إيلات, عملته المخرجة المبدعة إنعام محمد علي, ودي ده الديكور بتاع المركب وبيصوروا فجروا الديكور دوت وقالوا هو ده المركب في الفيلم بتاع المركب يعني. فده اللي عمل دوري اسمه محمد عبد الجواد. ده بقى يعني اللي قبليها محمد عبد الجواد ايام الشباب, ودي بقى من سنتين كده. دي المزة طبعا اللي انتوا عارفينها كلكم يعني. ايوه نعم محمد علي ايام التصوير. طبعا نبيل الحلفاوي العليمين ده ومصطفى طاهر, وبعدين من عم محمد علي, وبعدين عمر عز الدين, وبعدين المزة بتاعتي الشمال دي. ده برضو ايام الكاتب السيناريو اسمه يا نبيل فايز واصف غالي. فايز واصف غالي كاتب السيناريو. وده برضو محمد عبد الجواد ومعاه ابني محمد اللي قاعد هناك دوت. ايوه والموزز اللي جنبه دي مراته وولاده يعني بنات كلهم. طبعا في ابن الثاني احمد موجود برضو ومعاه برضو مراته وبنته يعني مشرفيني الحمد لله. دي برضو صورة من 4 سنين كده. ده علاء مرسي كان عامل دور في الفيلم. وده أسامة مطاوع اللي هو زميلنا الامريكاني دلوقتي. وانا وده محمد عبد الجواد اللي عامل دوري. ده برضو الأكاديمية البحرية الحقيقة كانت عملنا احتفال, ومعنا كان الله يرحمه عزة العليلي. مين دوت بقى؟ وده من أول أدواره, وكان لسه في سنة رابعة في معهد التمثيل. ويا دكتور مصطفى إنعام محمد علي كانت مشترطة أي حد في الفيلم لازم يعرف يعوم, فهو كان زعلان قوي وقال لك دور. فبتعرف تعوم يا محمد؟ قال لها نعوم ايه, ده انا بطل الجمهورية, ده انا خدت 3 سنين مش عارف الميدالية الذهبية فين وبتاع, فحطته في الفيلم. فبعد كده عز علي بيقول هم وراح يصوروا كله الحتة اللقطة دي هينزلوا المية بقى, قال لك هنصفح هينزلوا المية. فعز علي الله يرحمه بيحكي بيقول احنا لقينا اللانش بيتهز, الراجل عمال جاله هلع وركبه بتخبط. ايه في ايه يا محمد؟ قال له انا ما بعرفش اعوم. فقال يخرب بيتك ما بتعرفش عوم ازاي؟ استنى راح جاي بقى. لا ما تعملوش, وقف 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 يا مدام انعام, ما بيعرفش عوم. يخرب بيتك لا بس محمد سعد بقول لك البطوله بتاعته بقى الثانيه ان هو في 3 ايام اتعلم العوم وكمل الدور. فدي برضو ايه بيان اي حد يصمم على حاجة يكون عنده ارادة بيقدر يعملها يعني. طبعا ده برضو سيف اللي عامل دور نبيل عبد الوهاب ومحمد عبد الجواد. ده انا ونبيل بقى بس الادوار بتاعتنا يعني. دي الصورة اللي جات في اخر الفيلم وهم راجعين. دي طبعا المخرجة القديرة انعام محمد علي. لا دي عاوزة تحية بقى عشان يعني
وده المصور سعيد شيمي أيوة وزميلنا برضو الحقيقة ده اللي عامل ده بتوع الفيلم بقى محمود فهمي عبد الرحمن اللي عامل دوره الفنان صلاح ذو الفقار اللي عامل دور رضا حلمي هو الفنان عزة العلايلي اللي عامل دوري محمد عبد الجواد اللي عامل دور نبيل سيف ناصر سيف ناصر سيف في طبعا الحقيقة سيادة المشير السيسي الحقيقة كرمنا وده كان بيكرم حرم الفريق محمود فهمي الله يرحمها يعني وأهدت له نسخة من الكتاب بالضبط كده يا فندم أهدت له نسخة متابعين برضو أيوة ما شاء الله ما شاء الله ده برضو تكريم ليا وده تكريم لنبيل عبد الوهاب تكريم لعمر البتنوني تكريم لرامي عبد العزيز وكرم ابن المرحوم جويش أيوة بالضبط كده في كتاب اسمه وحوش البحر حاطت يعني حاجات مهمة في البحرية وده طبعا الكتاب بتاعنا القيم أبطال عمليات ميناء إيلات والحفار وفي صورة طبعا الفريق محمود فهمي بنشكركم على حضرتكم احنا ما كناش نعرف انه عمر عز الدين بالبطولة دي الله ربنا يديك الصحة يا جماعة أنا يعني معتز جدا وكنت أحب أكمل بس أنا عايز أطمنكم أنا قريت الكتاب كلمة كلمة وسمعته ليحيى بيه شلش خلاص يعني فأنا بعتز بوجودكم جدا وده يوم من الأيام اللي تعتز بيها المكتبة الحقيقة إن أنا أعتز بأبطال البحرية المصرية وبطولات يعني لا يجب أن تنسى في حاجات كتيرة جدا في تاريخنا العسكري مغمورة وهي لها قيمة كبيرة لو في شعوب أخرى ودول أخرى كانت أصبحت يعني سجلات وحكايات بلا حدود يعني أنا بعتذر إن أنا مش حاضر أكمل أكتر من كده فتحية لكم جميعا كنت أحب أسمع محمود بيه وأحب أسمع نبيل بيه لكن معلش والله مرة تانية معاكم أنا هقول بالاختصار كده كلمتين عن العمليات وبعدين معنا الأبطال كلهم هنا لو أي حد يحب يوجه سؤال لهم ونستمع مع بعض بس دقيقة واحدة زي ما الأبطال عمر قال الإجمالي كان 5 عمليات اختراق لميناء إيلات 5 عمليات تم تنفيذ 3 مهمات فيهم أول واحدة كانت 8-9 نوفمبر 69 في نفس الليلة دي كان الفريق محمود فهمي أو أياميها كان لسه عميد ما كانش حتى اترقى لواء كان عامل غارة على رمانة وبلوزة في شمال سيناء وكان التخطيط إن يبقى فيه لو سمحتوا يا جماعة الصوت لو سمحتم كان التخطيط معمول إن يبقى فيه إغارة في الشمال وإغارة في الجنوب في نفس الوقت بس المجموعة اللي راحت يوم 8 نوفمبر ما لقوش أهداف تأجلت لأسبوع الأسبوع اللي بعديه تم تنفيذ المهمة اللي هو الاختراق الثاني بس العملية الأولى دول كانوا من نقطة الإنزال الأولانية اللي هي عند الحدود الأردنية السعودية العملية الثالثة الاختراق الثالث أو العملية الثانية كانت في فبراير اللي تم فيها تدمير السفينة باتيام أغرقوها وباتشيفة تم أتلفت المهمة دي تم نفذها رامي عبد العزيز هو مش موجود معنا النهاردة بس من كل العمليات دي كانت العملية الوحيدة اللي نفذت أهدافها كلها من أولها لآخرها والشيء الفريد إن رامي عبد العزيز كان لوحده المفروض كل مجموعة بتبقى 2 رامي كان لوحده وبلغم 1 غرق السفينة بعد كده زي ما الأبطال عمر قال لنا يوم 27-28 راح إيلات مرة ثالثة ما نفذوش العملية ونفذوها بعدها بأسبوعين بالشكل ده 5 عمليات اختراق الأبطال نبيل نفذ 4 منهم أنا آسف الأبطال عمر نفذ 4 منهم الأبطال نبيل نفذ 3 منهم دي أكتر نسب اشتراك في العمليات
بعد كده الحاجة اللي أحب أتكلم عنها كمان عشان نتكلم بالتفصيل عملية الحفار اللي تمت فجر يوم الحد 8 مارس وكان القائد بتاع التنفيذ البطل محمود سعد معانا. الحفار كان ماشي في رحلة من كندا وقف في الأزور وقف في دكار في السنغال ما لحقوش هناك وقف بعد كده في أبيجان ونفذوا العملية في أبيجان. الخريطة دي موجودة في الكتاب برضو. الخرائط دي كلها أنا عملتها من المشاهدات اللي من القراءات اللي قريتها ما كانتش موجودة في حتة تانية ودي حاجة أنا استغربت لها فعلا يعني إزاي حاجة زي دي ما تكونش معمولة. فده الخليج في النص اللي تم فيه التنفيذ كان بينهم وبين الميناء أقل من كيلومتر راحوا ورجعوا. البطل محمود سعد كان زعلان جدا قبلها انه ما اشتركش في كان في ثلاث عمليات اختراق الاول والثاني وبعدين الثالث بتاع عمرو البتروني الله يرحمه ورامي عبد العزيز وكان خلاص بقى انا مش لاعب ثاني انا عمال اتمرن وانا احسن واحد فيهم ما بياخدونيش لغايه لما جاء نصيبه ما شاء الله نفذوا عمليه من اكبر العمليات كانت بالتعاون مع المخابرات العسكريه والمخابرات العامه وتمت بنجاح والحفار ده كانت إسرائيل جايباه عشان ينقبوا بيه عن البترول في خليج السويس منتهى الاستهتار بينا وبحقوقنا. بس ده الكلمتين اللي كنت عايز أقولهم في الآخر والميكروفون مفتوح أو النقاش مفتوح للجميع لو أي حد عايز يسأل أي حد من الأبطال اللي معنا حاجة. شكرا. شكرا. طبعاً أحيي الأبطال العظام. أنا اسمي اللواء بحري أركان حرب دكتور سميح أحمد إبراهيم الدفعة الأولى للقوات البحرية. الحقيقة العرض اتكلم عن الأحداث، أنا عايز أتكلم عن المشاعر الوطنية والإنسانية اللي هي غلفت هذه العمليات العظيمة. البطل عمر وهو رايح جه الرقيب، هي المجموعة بتبقى ملازم أول ورقيب وبينهم يعني نوع من الصداقة والتآلف وفي بينهم حبل الاتصال، فقال له أنا الجهاز الأكسجين بتاعي عطل، قال له ارجع. صمم البطل عمر عز الدين إن هو يشيل لغم والعملية هتتنفذ هتتنفذ، وده نوع من التصميم على إتمام العملية. البطل نبيل بلبل أول عملية كان معاه الشهيد البرقوقي، فهو تحت المركب قال له أنا حاسس بتسمم أكسجين، قال له اطلع برقوقي، البرقوقي رفض وصمم أنه يكمل تثبيت اللغم بعد ما شال الحشف وثبت اللغم وهو يعلم إن بعد دقيقة حيتوفى. نبيل ساعتها كان بين نارين، يا إما يسيبه والعدو على رأي البطل عمر يعني الدعاية بتاعتهم المقروءة والمسموعة والمرئية هتضيع العملية، علاوة على حبه للرقيب فصمم ان هو يسحبه 14 كيلو للبر الاردني لغايه عشان يدفن في وطنه مصر. مصمم انه زي ما راحوا اتنين يرجعوا اتنين. العمليه الثانيه لنبيل لما دمر بلعيم منصه بلعيم وجه يرجع ما لقاش الزدايك اللي هم بيتلموا فيها ويرجعوا، فكان قدامه حاجتين، يا إما يسبح 5 كيلو ويسلم نفسه الإسرائيلي بر الإسرائيلي أو 25 كيلو لغاية ما يوصل للبر المصري. وكان صايم ومعاه حتة عجوة قد علبة الكبريت الصغيرة، مرضاش يفطر، قال عشان لما أموت وأموت وأنا صايم، لغاية ما وصل للبر
والحمد لله العسكر المصري يعني مرضيش يقتلوه ومسكوه وحطوه في قفص القرد ده حتة حفرة كده لغاية ما جه قائد الوحدة وكان دفعته وكان وشه أحمر فمسمينه جزرة. فأول ما شافه قال له بلبل، قال لك ده أحلى بلبل سمعتها في حياتي. الحقيقة هذه المشاعر تدل على الإنسانية وحب الوطن وحب الأفراد اللي هم الجماعة، كل ده هو يغلفه الإنسان المصري. الحقيقة في موقف آخر كويس جدا، أن الأردن قفشوهم، ولهم أنتوا كل مرة تقولوا إحنا جينا والطيارة مشيت، فقفشوهم. فواحد منهم قدر يتصل بالقوات البحرية ويقول لهم إحنا الوضع كذا كذا. طبعا لفوق لغاية الرئيس جمال عبد الناصر، أهميها كان في قمة عربية، فالرئيس طلب من السكرتارية أنهم يبلغوا الملك حسين، ما كانش لسه سافر، على أساس أن الملك حسين الرئيس جمال عبد الناصر عايز يقابله. ملك حسين قال برضو فلسطين وبرضو وعمار وبرضو. المهم دخل عليه الرئيس قال له سيادتك ضفنا والطيارة بتاعتك الحرس المدني اتزاح وقوات صاعقة هي اللي اتلمت على حراسة الطيارة. قال له ليه؟ قال له عشان كذا 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 وسيادتك ضفنا لغاية ما يرجعوا. على طول الملك حسين راح بيتكلم وأمر بأنهم يرجعوا. طبعا رجلوا عن طريق سوريا لنوع من التمويه، وأول ما شافوا من الطيارة مصر، وأظن الفيلم بين هذا اللقطة، هللهم و الحقيقة الضفادع البشرية كانت بتتسابق في مين اللي يروح، بحيث أن بلعيم كله راح لأنه قال لك لا لازم نروح. دي مشاعر أنا حبيت أقولها علشان أجي بقى للبطل الكبير محمود سعد. نقطة الإنزال كانت في قناة وكان في خشب، والقناة دي سكتة ما فيهاش موج، لكن لقوها بتلعب، فأدرك إن في تماسيح. مرضاش يقول للقائد بتاعه عشان ما يلغيش العملية، ونزلهم في القناة مع التماسيح وشالوا الألغام بتاعتهم وفجروا الحفار. الحقيقة أنا يعني حاربت، أنا حاربت جميع حروب مصر من 48 لغاية حرب العبور، وشاركت في معارك منهم رص العش. سلاحي معايا وحلفت أنه لن أتركه قط حتى أزوق الممات يوم تخرجي. هم ما همش سلاح، هم بياخدوا اللغم يروحوا بيه يحطوه للعدو، ما فيش دفاع، فيه قذائف بيرموها علشان الضفادع عشان ما همهمش، انما كان لازم يخش. وزي ما قال عمر عز الدين العملية تتنفذ يعني هتتنفذ. وشكرا لحسن استماعكم. في حد له سؤال او تعقيب تاني؟ القوات المسلحة وبصورة خاصة اللي أنا الأبطال اللي أنا شايفهم قدامي دلوقتي، نبيل صديق من أيام ما كان لسه طالب لسه صغير في الكلية ولسه بتعرف عليه. أنا يمكن عايز أقول بس اسمي لسبب معين، إن اسمي دكتور يسري السيد محمد أبو شادي. يمكن سعادة اللواء يفتكر بقى، طالما حضرتك قلت كنت في 48 موجود في حرب فلسطين، والدي كان من أوائل الشهداء الجيش المصري في فلسطين، كان في أشدود وقتل أثناء معركة مع إسرائيل. وقتها أنا كنت لسه مولود، ما شفنيش حتى في الولادة، لكن كان أحد أبطال مصر، وكان زميل عبد الناصر والشلة إياها بتاعت الثورة ده هي يعني.
تاريخ تربيت انا ويمكن عمامي وبتاع كلهم كانوا ضباط في القوات المسلحه، يمكن عيلة ابو شادي لها مجموعات معروفه في القوات المسلحه المصريه. اللي عايز اقول ان انا كنت بنتابع القوات المصريه والقوات البحريه بصوره خاصه، يمكن نبيل وكان ابن خالتي محمود شربيني كان برضو في الكلية دي، لدرجة ان انا كنت دايما معاهم شلة البحرية دي، هي كانت شلتي فمتابعهم. سعادتي كانت بالغة طبعا بعد، لسه انا بتكلم مع نبيل على 67، الحزن اللي احنا مرينا بيه الجيل ده، الجيل ده الحقيقة واعتقد اللي بسني يعني انا في بداية السبعينات يحس بقد ايه احنا اتوجعنا في 67. 67 ضحك علينا الحقيقه، قعدنا 5 ايام متخيلين ان احنا منتصرين وبتاع، لحد ما عبد الناصر طلع وقال لا ده احنا بنكسب، احنا في هزيمه. اعتقد كلنا يمكن نزلنا في الشوارع وحسينا بقد ايه بالحزن البالغ اللي حصل لنا. لكن بعدها بدات موقعه راس العيش فوقنا شويه، بعدها جت عمليه ايلات من المدمره ايلات، وانا بحيي بنت الاستاذ احمد شاكر القائد الكبير، وكان معاه ابن عمتي حسن حسني كان هو الضابط اللي كان معاه، واللي هي المركب الاولى اللي ضربت فعلا، وطبعا معاه الاستاذ لطفي كان المركب اللي وراها وكملت عليهم. كان فخر لينا رهيب بعد نكسه شديده جدا. فالجيش الحقيقة المصري، طبعا أنا هنط بقى كل ده وأقول الجيش المصري هو اللي أنقذ مصر، هو اللي خلى كيان مصر الحقيقة موجود لحد النهاردة، وبلا استثناء يعني إحنا اللي نجانا في 2011 الجيش المصري اللي موقفنا لحد النهاردة الجيش المصري. تحية رغم أن أنا صحيح عايش في الخارج، تحية كبيرة للجيش المصري. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم درويش، مدير متاحف وآثار اسكندرية ومؤسس الآثار الغارقة في مصر سابقا، حقيقة أنا كان لي الشرف أن أحضر الكوكبة العظيمة دي كلها وأنا مجند لسه حديث سنة 72 في لواء الوحدات الخاصة. فالحقيقة يعني مجموعة جميلة جدا، وكانوا وقتها كلهم شباب برتبة ملازم أول أو نقيب. فأنا الحقيقة يعني بعتبر نفسي الأسعد حظا في يمكن في كل الحاضرين. معلش أنا مش هتكلم على الأبطال، لكن هتكلم على سيادة اللواء ده اللي مديني ظهره ده، حسني عبد الفتاح. عبد الفتاح الرجل الجميل ده أنا عايز أقول لكم لا عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا هاتوا أجدع نجم في شياكة الرجل ده وهو في القوات البحرية طول عمره. ومش هنسى إن مرة وأنا مروح كانت حوالي الساعة 6-7، وكان لواء الوحدات الخاصة بعد المعمورة تخش يمين بعد الكلية البحرية والأماكن ديت، وهو مروح بعربيته وراح واقف وقال لي أنت رايح فين؟ قلت له أنا رايح في اليمن، قال لي تعالى، رحت وخدني وعرفت طبعا هو ساكن في بوكلة، لأن أنا عرفت رحت معاه لحد هناك وما نسالوش، يمكن ما شفتوش من أكتر من 30 سنة أو 40 سنة، لكن ما نسالوش الفضل ده وما نسالوش قد إيه الناس بتوع القوات البحرية دي ناس جميلة طبيعية جدا جدا جدا. ومش عايز أقول طبعا أنا حضرت مع الفريق أحمد صابر كل حرب 73 في بورسعيد، وطلعت معاه كل العمليات اللي طلعها في ضرب رمانة وبالوزة بالصواريخ، وكل ما اسبوع كانت القوات البحرية تغير طعم وينزل بدل يقول لي هتسيبني وتمشي، اقول له لا انا قاعد معاك لحد ما حضرت ال 22 يوم بالكامل في حرب 73 في بورسعيد. انا بشكركم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء عبد السلام عمر، لواء شرطة. طبعا ايه دخل الشرطة مع البحرية؟ انا كان لي الشرف ان انا اخد دورة غوص في قوات البحرية، كانت حصل حادثة كبيرة في النيل ووزارة الداخلية
قالت ان دي حاجات داخليه ما لهاش دعوه بيها القوات البحريه، فلازم ناخد ضباط شرطه تاخد دوره غطس. فكان لي الشرف ان انا اخد انا وخمسه من زملائنا ناخد دوره غطس في اداره الانقاذ في القوات البحريه، كانت في راس التين قبل ما تروح ابو قير. وطبعا كان لي الشرف ان كان استاذي ومعلمي القبطان محسن الجوهري كان قائد الجناح، وطبعا القبطان مصطفى المخزنجي والقبطان سمير الورداني، وكان جنبنا اللي هو الوحدات الخاصه، فكنا دايما يعني بنشوفهم هم طالعين التدريب. يعني مش هطول في الموضوع، انما انا ليا بس ملحوظه صغيره بطلب من القبطان عمر عز الدين ان في بطولات برضو يعني مش هتبقى قد البطولات اللي حضرتك عملتها والساده الزملاء. يعني مثلا موضوع زي موضوع تطهير قناه السويس، موضوع تطهير قناه السويس وفتحوا للملاحه كان لنا الشرف ان احنا نشترك فيه، فيعني يبقى لنا حظ برضه عمر بان احنا نتكرم مع يعني برضه نجيب الضباط اللي موجوده على الحياه، لان احنا اشتركنا مع القوات البحريه في تطهير قناه السويس. وكل سنه وانتم طيبين، ولنا الشرف ان احنا نبقى موجودين معاكم. احنا فاضل لنا 5 دقائق ولازم نخلي القاعة، ميعادنا لغاية الساعة 4. المكتبة الحقيقة طيب بس الوقت بس. تفضل يا فندم. تفضل. مهندس سمير جودة، انا كنت عاوز اسأل سيادة اللي هو عمر، مع احترامي للعمليات واللي قاموا بيها، هل الموضوع ده كان عمل سياسي ولا عسكري؟ وكان هل متوقعين ردود الفعل من إسرائيل؟ الجواب ده أنا الصوت كده واضح؟ طبعا. أنا الجواب بتاع سيادتك هو ده عمل سياسي ولا عسكري، أنا هجاوبك عليه من وزير الخارجية السابق الأستاذ محمد رياض. إحنا أول ما عملنا العملية الأولى وصلنا المطار، الحقيقة كان لها شنة ورنة طبعا، ولقينا مندوب من وزير الحربية، ساعتها كان اسمه وزير الحربية، وخدنا في ميكروباص وقال تعالوا الوزير عاوز يقابلكم، كان محمد فوزي. حتى طلعنا في الميكروباص ونبيل عبواب كان معاه زنوبة عشان ما لقينا لوش جزمة على مقاسه، كان عمال مكسوف، انما ايه قال له اطلع على الضابط ماشي. ورحنا على محمد فوزي اللي هو طول عمره كشر، انما الواحد يقول حق ان يوميها ابتسم وقال انا مبسوط قوي. وخدنا دخلنا على اجتماع مجلس وزراء صغير. انا بقول الكلام ده ليه؟ الكلمه اللي اثرت فينا او يعني رد على سؤال سيادتك عسكري ولا سياسي هو كلمة وزير الخارجية محمد رياض. محمد رياض قال أنا وزير خارجية، أنتوا عاملين عمل بطولي عسكري، ولكن هذا العمل هو اللي هيخلينا لنا وزن ولنا قيمة في أي مفاوضات سياسية. أي مفاوضات سياسية هي بتنعكس النتائج بتاعتها على قوتك العسكرية والاقتصادية. قوي عسكريا واقتصاديا بتاخد حقك، ما انتش قوي عسكريا او اقتصاديا ما بتاخدش حقك. فدي رد على سيادتك ان ده لا، اي عمل عسكري ده بينعكس على الحالة السياسية 100%. فهم ملتزمين مع بعض، واي قوة عسكرية او اقتصادية بتدي لك وزنك السياسي في المجال الدولي كله. أنا منتهز الفرصة الحقيقة، الأكاديمية لها مواعيد، فبس قدامنا يعني دقايق، فبس رد الفعل الإسرائيلي يا فندم. رد الفعل الإسرائيلي مش ما أنت في حرب، أنت بتضربك وهي بتضربك، أنت مهزوم بتبقى موقفك السياسي ضعيف، عملت انتصارات بتبقى موقفك السياسي قوي. مش كده احنا يهمنا او الجيش والبحرية وكله نبقى قوية عشان يبقى لنا وزن سياسي قوي. يعني احنا بس هناخد 5 دقايق مع الابطال نبيل عبد الوهاب،
5-5 بس يا نبيل، وخمسة مع الأبطال محمود سعد. وبعد كده الهيئة المكتبة عاملة تكريم لضباط قوات البحرية، في تكريم 12 ميدالية كده هنقدمهم، وعشان بس المواعيد بتاعت الأكاديمية. اتفضل يا نبيل. مساء الخير. انا بس قلت كل اللي عايز اقوله ان انا في الكتاب الجميل ده لم ارى اصدق منه، يعني كتب عدة كتب عن عمليات ايلات او الحفار، انما لم ارى اصدق من هذا الكتاب. يعني كتاب معمول بطريقة، يعني انا احد المشاركين في العمليات، ما كنتش اعرف كل الحاجات اللي هي مكتوبة في الكتاب. ما اتكلمش على العمليات بس، اتكلم عن خلفيات واتكلم عن الوضع في البلد والوضع برة. كتاب اكثر من رائع، مش قادر اقول اكثر من كده يعني. مساء الخير. أنا الأبطال محمود سعد، أحد المشاركين في تدمير الحفار في أبيجان في ساحل العين. الأول بشكر يحيى بيه على الكتاب، وفعلا كان في حاجات يعني في الأحاديث التلفزيونية وكلام من ده يعني بتقولش الحقيقة بالنسبة للحفار. الحقيقة اللي كتبه يحيى بيه فعلا أصدق ما كتب عن عملية الحفار. ملخص في دقيقتين: إسرائيل جابت حفار عشان تدور على البترول في خليج السويس، عبد الناصر ادى تعليمات ان الحفار ما يخشش خليج السويس، ما يخشش البحر الأحمر، لو دخل البحر الأحمر اتضرب بالطيران، وما كانتش مصر في الوقت ده تتحمل نتيجة ضربه بالطيران. فتقرر انه يتعمل عملية خاصة، اشتركت المخابرات العامة، القوات البحرية، المخابرات الحربية، وزارة الخارجية. المهم الحفار كان وصل دكار، طلعنا له دكار، كان حسن الشراكة اللي أرحمه خليفة جودة، طبعا ده قائد المأمورية، حسن الشراكة اللي أرحمه لازم أول، محمود سعد لازم أول، عادل الصحراوي، ومعنا ثلاثة صف ضباط. وصلنا دكار من غير مشاكل. الحفار تقرر ان احنا نشتغل، السفير قال لأ. رحنا شركة النصر، كان مندوب شركة النصر اللي هو عبد السلام المحجوب، ربنا يديله الصحة، وما قدرش يجي النهاردة، كان الأطان عمر عزمه، ما قدرش يجي لأنه تعبان صحي. المهم رجعنا مصر، وإحنا في الطيارة راجعين طبعا هنموت، لأن إحنا كان خلاص الحفار هنشتغل الساعة 5، وهو وطلع الحفار. إحنا جايين بقالنا 4 أيام، وهنقعد كمان يمكن الحفار يخش مينا تاني، الوحوش موجودين بسبورات ويطلعهم، ودي كانت تالت مرة بالنسبة لنا. طبعا نكد. وصلنا بعدها بحوالي أسبوع، أسبوع يا حبيبي ماليش دعوة في التاريخ. سافرنا على أبيجان، وصلنا خليفة جودة الله يرحمه، حسن الشراكي، محمود سعد، أحمد المصري، ومعنا 4 ألغام. وصلنا أبيجان، الحفار، وكان مندوب المخابرات محمد نسيم. الحفار موجود؟ لا مش موجود، هيقعد بكرة، مش هيقعد بكرة. خليفة قال لا هنشتغل النهاردة. معنا 4 ألغام، كان واحنا 3 هننزل المية، فبقى في مشكلة اللغم الرابع، فانا اتطوعت ان انا اشيل اللغم الرابع. ما ينفعش، قلت له بس انا هشيله ما تقلقش، ربنا سهل. وخلصنا الحفار. يعني من ضمن الحاجات الظريفة ان كان المية كان فيها تماسيح، احنا المجموعة اللي بتنفذ مش عارفين. انا هقول كلمة بس معلش في الاطالة، لقي شايف خشب بيغطس، فبقول لخليفة، بقول له لسه انا نزلت المية ولسه بيجهز الشراكة واحمد المصري، بقول له فيه خشب بيغطس، مش عدته معايا، فلقيته تنرفز، بلاش يظهر يا محمود واسكت خلاص. بعد ما رجعنا احنا في العربية رايحين، بعد ما خلصنا ترغيم
ورايحين على السفارة، قال لي يا فالح عارف إيه اللي كان بيغطس ده؟ خير يا فندم، إيه اللي كان بيغطس؟ قال لي ده مسيح يا أستاذ. طب شكرًا. لغمنا ورجعنا المجموعة اللي كانت موجودة، رجعنا على مصر، قابلنا طبعًا أمين هويدي وكان وزير مدير المخابرات، وسامي شرف وشعراوي جمعة. قبلونا الساعة 5:30 صباحًا عشان أول ما يصحى الزعيم يبلغون الحفار خلاص. وكانت يعني ربنا كرم لأن احنا كنا حاطين الألغام في مكانها الصح، ربنا سهل وكاهن الحفار وما نبيعش تصلح تاني وخلصت. مكتبة اسكندرية بتحيي الموجودين في صورة كبار المدعوين، تحية موجهة للجميع طبعا لاستجابتهم ومشاركتهم معنا. الـ بتقدم هدايا رمزية بسيطة، الهدية الأولى لمندوب قائد القوات البحرية اللي هو الدكتور أشرف الشريف. هدو سوا. الهدية الثانية لشهادة اللواء سميح إبراهيم الدفعة الأولى بقوات البحرية. السيد اللواء لطفي جدالة قائد عملية تدمير المدمرة إيلات. السيد العميد ممدوح منيع أحد المشاركين في تدمير المدمرة إيلات، وهتستلمها بداله بنته نيرة ممدوح منيع. البطل نبيل عبد الوهاب. البطل محمود سعد بتاع التماسيح. العميد حسين الهرميل حد موجود من طرفه؟ العقيد حسني عبد الفتاح. الصاعقة البحرية وبعدين مجموعة 39 قتال. اللواء حسين فؤاد الصالون البحري. الربان محسن الجوهري الشيخ الغواصين في مصر والعالم العربي ومدير المدرسة المصرية للغوص.